خضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي. أهلا بك رائد. يعني دعنا نبدأ بالحديث من موضوع التضخم الذي كانت تحدثتنا فيه. المخاوف موجودة بأن هذا سيشكل عجزا كبيرا، التساهل من قبل البنوك المركزية سينعكس، ولكن الحديث عن المدى البعيد، انعكاس ذلك على أسواق الأسهم، ولماذا تفاعلت بهذا الشكل مرة واحدة؟ يعني بدأنا بالولايات المتحدة، رأيناها في آسيا صباحا، والآن في أوروبا. طبعا هو القلق، الخوف من أي إجراءات من البنوك المركزية تهدف إلى إيقاف أو تقليل برنامج التيسير النقدي أو الإجراءات التيسيرية. من هون نحن عم نشوف إمكانية واضحة جدا أن يتأثر الأسواق سلبا، لأنه أنت عم تسحب أو تمتص السيولة نوعا ما في الأسواق، وذلك سيؤثر سلبا على أداء على الشركات وعلى كمون الشركات، وبالتالي بدأت بالتراجع والانخفاض، لأنه ذلك سوف يؤثر أيضا على مستويات التضخم بشكل عام بدفعها للانخفاض. أي حديث عن موعد أقرب من التوقعات، يعني من عام 2023، بأن يكون هناك يعني عملية تابرينج أو تخارج أو تقليص في برنامج التيسير النقدي مبدئيا، ومن ثم حديث عن مواعيد لتخفيض أسعار الفائدة، أعتقد هذا هو اللب الأساسي وهذا القلق الذي يجوب الأسواق حاليا. ولكن يعني الفيدرالي فضل رائد، هناك بنكان مركزيين في أوروبا بدأوا بالتحركات من أجل تغيير السياسة النقدية وتقليص هذا التيسير، هل يمكن أن نرى المزيد قريبا؟ يعني نحن الحديث منذ أن بدأت ومنذ مع الحكومة الأمريكية الجديدة بالنسبة للفدرالي الأمريكي ليس قبل 2023، على الرغم من التوقعات وصلت المغايرة لذلك، ولكن بدأنا نرى بنوك مركزية في أوروبا تتحرك بهذا الاتجاه، متى يمكن أن تلحقها بقية البنوك؟ وبلا شك سوف نرى أيضا المزيد من البنوك مثل البنك الأسترالي وأيضا البنك النيوزيلندي يتجهان إلى تشديد السياسة النقدية، لأنه نحن في عنا خطر الهايبر انفليشن على الاقتصاد يكون أسوأ بكثير من أن يكون عندي لو انفليشن أو انفليشن مريض أو ضعيف نسبيا. بالتالي الإجراءات لامتصاص السيولة التي قد تتجه إلى إضرار بالاقتصاد أكثر من أن يكون هناك فائدة منها، أعتقد يكون من خلال التوجه نحو برامج يعني التابرينج أو تقليص برامج التيسير النقدي، ومن ثم البحث عن موعد مناسب لرفع أسعار الفائدة أو تحقيق ذلك في الأسواق. أعتقد هناك عملية فصل بالنسبة للاقتصادات، كل الاقتصادات بدأت تفكر جديا بإمكانية أن يكون هناك تضخم مرتفع خارج عن المرغوب به من قبل هذه البنوك، وبالتالي الاقتصادات هذه لا تتحمل. نحن نتحدث الاقتصادات المرتبطة بالسلع على وجه التحديد سوف يكون توجهها بشكل مباشر إلى تقليص البرامج التيسيرية أو رفع أسعار الفائدة، فبالتالي نتحدث عن أستراليا، نيوزيلندا، نتحدث عن بعض البنوك في أوروبا وقد تضغط أكثر على أوروبا، ومن ثم نتحدث عن يعني رأينا الصين كيف تبحث نوعا ما عن إمكانية سحب السيولة من الأسواق أو الضغط أكثر على الأسواق. الاقتصاد الأمريكي بعيد بعض الشيء عن تحقيق ذلك، ويجب أن لا يتم النظر إليه كقدوة في الفترة الحالية، لأنه يحتاج وقت أطول ببرامج التيسير لأنه سبق ورفع أسعار الفائدة مبكرا. طيب خلينا نحكي رائد كمان عن موضوع الشركات الأمريكية وشركات التكنولوجيا تحديدا. أمازون تعلن بأنها أو تتجه إلى إصدار سندات، كنا سمعنا من فيرايزن أمازون ليست بحاجة للسيولة، لديها فائض في السيولة أكثر من 70 مليار، تقريبا 72 مليار دولار، لماذا تتجه الشركات في هذا الوقت تحديدا إلى إصدار سندات؟ يعني نحن بيكون عندنا قلق من الفترة القادمة، برجع بقول لك أنه عملية التابرينج وعملية رفع أسعار الفائدة هي تمثل عملية امتصاص سيولة من الأسواق، لأنك أنت ببساطة رفعت من أجور الإقراض أو يعني مقابل الإقراض، وبالتالي أصبحت الأموال يعني المقترضة أكثر تكلفة. السندات حاليا كأسواق تعتبر مناسبة للشركات، إذا ما كان نحن عم نتحدث عن فترات زمنية متوسطة إلى طويلة نسبيا، لأنه النظرة إلى أسعار الفائدة أيضا مرتفعة على المدى الطويل، بالتالي يكون التوجه بشكل أكبر نحو إصدار سندات من قبل هذه الشركات حتى يكون هناك عملية تعزيز تمويلي، لأنه باللحظة اللي بيكون فيها امتصاص السيولة في الأسواق تبقى الشركات على ما لديها
حقيقة، وأيضا القلق من انخفاض الماركت كاب الخاص بهذه الشركات مهم جدا. بالتالي مستوى الإقراض في هذه الشركات لا يزال مريح نسبيا، وتستطيع التوسع في عمليات الاقتراض بالفترة الحالية، وهو الوقت الأمثل لتحقيق ذلك لأنه تكلفة الاقتراض حاليا منخفضة. طيب خلينا نحكي كمان شوي، ما ننسى أنه نحن بانتظار قرار أوبيك أو عفوا تقرير أوبيك بلس خلال اليوم، ولكن التوقعات تشير بأن لن يكون هناك أي تغيير. خلال هذا الأسبوع كان هناك ضغط في أسواق النفط، يأتي من الهند، تراجع الطلب في الهند، يأتي من المخاوف ربما التضخمية التي تنعكس على بقية الأسواق. الآن اليوم ماذا إلى ما ننظر في سوق النفط؟ حقيقة إلى المخزونات وإلى الطلب، يعني كل ما كان عندي ضغط أكثر على مخزونات النفط بالتالي هذا يعزز الطلب في الفترة القادمة. العملية كان هناك عملية تخزين كبيرة وواسعة النطاق لمعظم الاقتصادات مستفيدة من أسعار النفط المنخفضة، والآن يعني مع التوسع في الطلب في الفترة المستقبلية، التوجه نحو الخروج من الباندميك إفكت أو التأثير السلبي لهذه الجائحة على الاقتصادات، أعتقد يعني هو الأنظار تتجه إلى تعزيز الطلب في الفترة القادمة. بالتالي ما ينظر إليه حاليا هو تقارير المخزون بشكل أكثر تحديدا، وارتفاع مستويات الطلب على المدى القصير، يعني على المدى الأسبوعي نحن عم نبحث في الفترة الحالية. أوبيك بلس سوف تكون أبطأ بتحقيق أو تمثيل أي تغييرات على اتفاقاتها السابقة، لأنه الاقتصاد بعد الموجة الثالثة والكورونا الهندية أعتقد أثر بشكل كبير على الطلب في النفط، والآن التراجع التدريجي لهذا التأثير السلبي سوف يعزز من مستويات النفط. أصلاً نحن عند مستويات نفط مرتفعة نسبياً على الرغم من كل الأثر السلبي، يعني عند 64 شكراً لك، يفتح المجال إلى فوق 70. شكراً لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي، كنت معنا من دبي، وكل عام وأنت بخير.